بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. متابعي قناة محاكاة الطيران العربية، مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم رانا في شيكارا اللي تابعة ولاية ميلا. دونك غادي نديرو شيكارا، نديرو سيدي كبيبة ووالد بوهارون، ونزورو لي فيلاج اللي من هي شكل براج كيف كيف. وهذا بطلب من مشاهدين من القناة اللي طلبوا منا نغطيو البلاصة هذه. وللتذكير مايكروسوفت فلايت سيميليتر راهي ابليكاسيون نتاع سيميلاسيون ايريا، محاكاة الطيران بليماج ساتيليت وبلا انتيليجونس ارتيفيسيال، اللي مايكروسوفت خرج بحلة جديدة في المحاكاة نتاع الطيران. دونك هذه ابليكاسيون يعني تقريبا واقعية جدا بارابور لي سيميلاتير القدم، تحاكي الطيران. مادام ليماج راهي بار ساتيليت يعني وتقريبا واقعيه جدا، رانا نديرو في هذا الفيديو اللي نحوسو فيهم في بلادنا، نشوفو بعض المناطق، وبالطلبات نتاع المشاهدين رانا نغطيو في هذه المناطق. دونك هذه هي الشيكارا اللي تابعه لولايه ميلا، قلنا هذه بطلب من مشاهدين في القناة. تحياتنا للناس ميلا كامل. هذا سد بوهارون، سد بوهارون هاو من يبان هنا، راهو كبير. البراج نورمالمون راه في الجهة هادي منا. ميلا راهي تبقى الولاية، ميلا راهي هادي هي هنايا البلاصة هادي، سي هادي ولاية ميلا. هنا دروك رانا في سيدي كبيبة، سيدي كبيبة البلاصة هذه يسموها سيدي كبيبة، والبلاصة هذه هنايا كيف كيف هنايا يسموها وليد بوهروم أو بوهروم، بوهروم وليد بوهروم. العفو، سمحوا لي على الخطأ هذا. هذا البراج نتاع بوهروم. هنا كيف كيف داك نروحو، داك ندورو نروحو نزورو المنطقة هذه كامل منا حتى ندورو نولو البلاصة هذه هنايا. سامحوني الأسماء مانيش حافظها، راني نتبع بلاكارت. دونك داك كي نوصلو البلاصة هذيك نكبركم. هاو هنايا البراج، هذا هو البراج هنايا تاع بوهارون، يعني السد، المنطقة تاع السد. هذا البون كبير اللي حدا السد. منطقة يعني جبلية رائعة ورائعة جدا، مناظر خلابة. ميلا فريمون مانيش شايفها بصح، على حسب المناظر هادو اليوم فيها، على حسب الجبال، التضاريس نتاعها يعني ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله نضربو دورة لولاية ميلا، نحوسو فيها ونشوفو المناظر هادو ان شاء الله، ونشوفو سد بوهر. هذا هو البون ديريكتومون من ورا البون، او من ورا البون تاع البراج، البون تاع البراج هاو هنا. نقول ديريكتومون هادي البلاصة هادي يسموها الحسينية، لمحاسنية فوالا لمحاسنية. وموراها ديريكتومون سي سيباري، فوالا هنا البلاصة هادي سي سيباري. ومن بعد عنوش علي، فوالا البلاصة هذه سي عنوش علي. هنايا القرارم، قرارم قوقا، قرارم قوقا أو جوجا، مش عارف إكزاكتومون الإسم نتاعها. دونك سامحوني خاوتي، راني نقرا غير من لاكارت الأسماء هادو، ممكن نخطأ فيهم ولا، دونك اعذرونا، الواحد ما يعرفش البلاصة هادي. دونك القرارم أو إيه القرارم جوجا،
بودكاست كريم جديد. نرحبوا بالمشتركين اللي دخلوا معنا في القناه كامل، ونقول لهم مرحبا بكم في قناتكم قناه محاكاه الطيران العربيه، واللي راهم يشوفوا فينا اول مره ثاني نتمنى ان شاء الله نرحبوا بهم، ونتمنى ان شاء الله يعجبهم المحتوى تاع القناه. القناه هذه اللي قلنا ان شاء الله في المستقبل راهي غادي دير لا نافيغاسيون ايريا، يعني الملاحه الجويه، تعريف الملاحه الجويه، تعريف بعض الطائرات، تعريف ببعض المطارات، و تعريف الأجهزة الخاصة بالطائرات أو الخاصة بالملاحة الجوية، بالإضافة إلى نديروا إن شاء الله رحلات جوية، سواء رحلات صغيرة فيا فير أو رحلات ولاية فير بالطيارات لاينر. ان شاء الله يعجبكم المحتوى تاع القناه، ما تنساوش كيف تشجعونا بالاشتراك، تشجعونا باللايك، تشجعونا بلي كومونتير، وبفضلكم ان شاء الله رانا نكملوا في المحتوى تاع القناه. دونك هذه هي قلنا الجريلم جوجا، فوالا مقر الولايه. هذه هي الولايه ميلا، هذه هي بلاصتها هنايا. هذه فرضوة على حساب لاكارت مكتوبة فرضوة، دونك ما على باليش الاسم نتاعها اكزاكتومون كيفاش سموها. وهنايا سيدي مروان، البلاصة هادي يسموها سيدي مروان. متابعي قناة محاكاة الطيران العربي، كنتوا معنا اليوم في بعض المناطق التابعة لميلان، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو هذا. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر وفي منطقة اخرى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.